جديد وصباح جديد من صباح الشرقية. يا رب يكون يوم خير وأمل وتفاؤل على كل من يشاهدنا، ويكون مع ناس تحبون تقضون وياهم ليلة رأس السنة. بلشين وياكم مشوار حلقة بداية الأسبوع، ولكن بالبداية خليني أصبح على زين. يسعد صباحك. صباح الخيرات عليك رفقة وعلى كل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. بلشين وياكم يومنا ونهارنا والبداية مع العناوين. كثير من المناسبات يكون هناك رفيق أو الشخص الونس اللي قاسمنا فرحاتنا، مثل فرحة المناسبة أو السهرة، وليلة رأس السنة هي واحدة من السهرات التي يخطط لها. ومن هذا المنطلق حبينا أن نسألكم مشاهدينا، كيف تختار أن تقضي ليلة رأس السنة ومع من؟ أبر النظارة بين الحقيقة والإعلان، تحدثنا عنها ضيفة الاستوديو دكتور نور ماجد خيلاني، صيدلانية واختصاص بشرة. الكابتن خلف الطائي يحدثنا عن خطورة الانزلاق وتمزق العضلات أثناء ممارسة التمارين الرياضية. أما في الأخبار المنوعة، عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال للاحتيال، ورجل في 92 من عمره لا يزال يمارس الفنون القتالية. باقي تفاصيل في حلقة اليوم. ومن السؤال التفاعلي لحلقة هذا اليوم، هل تحب أن تقضي رأس السنة في أي مكان ومع من؟ كالعادة تقدرون تشاركونا بأجوبتكم عن طريق الكيو آر كود الظاهر أسفل الشاشة اللي راح أخذكم لصفحتنا على الإنستغرام. تقدرون تقولوا لنا عن رفقة منو هم الأشخاص اللي أنتوا حابين تقضون ليلة رأس السنة، هاي الليلة المميزة وياهم، هاي الليلة والأوقات الحلوة. وإحنا بدورنا هنا راح نحاول نقرأ التعليقات بقدر المستطاع، ونعرف أنه اليوم هي آخر حلقة من استوديو أربيل. صحيح. فكلش متشجعين حتى نقرأ تعليقاتكم. وأنا حابة أسأل رفقة، ما أعرف رفقة أنت منو الشخص المفضل أو الأشخاص المفضلين؟ يعني زين، أكو دائما مقولة يقولون أنه هو مو بالأماكن إنما بالأشخاص. صحيح. أنا أتفق ويا هاي المقولة جدا، وأشوف أنه العائلة هم أقرب الناس للشخص. صحيح. يكونون كلا. فأني أحب أقضيها مع الأهل، لكن هاي السنة راح تكون من داخل استوديو أربيل احتفالنا، وراح ننقل لكم الأجواء والاحتفالات من جميع مدن العالم لكم مشاهدينا. أنت شلون راح تقضيها؟ أنا همينة مثل ما قلتي الأهل، ولمة الأهل تسوى يعني صراحة الحفلات كلها، بس يكون وياك أشخاص أنت تحبيهم أو أشخاص إحنا نحبهم ونعزهم، أكيد راح تكون ليلة مميزة. وإن شاء الله تمر هاي الليلة بخير وأمان، وتكون السنة الجديدة فالخير على الجميع يا رب، على جميع العراقيين. وإحنا وياكم مشاهدين راح نبدي حلقتنا لليوم. إذن مشاهدينا، بما أنه إحنا وصلنا إلى نهاية السنة ورح ندخل إلى عام جديد، السهرة الأخيرة من هذه السنة واللي راح يكون كثير تكون كثير مميزة وينتظرها الكثيرون. دائما يحبون الأشخاص يكونون في جمعة مع أشخاص اللي هم يحبوهم حتى يقضون أوقات ممتعة، بالأخص بهاي الليلة ليلة رأس السنة. صحيح يا زين، هذا غير أنه أكو أشخاص يحبون أنه يقضوها على طريقتهم الخاصة، بالمقابل البعض ممكن يفضل أنه تكون فقط محصورة على الصعيد العائلي بس، حتى يحسون أكو أكثر بلمة العيد. ومن هذا المنطلق حبينا أن نسأل الناس سؤالنا التفاعلي لليوم، واللي هو كيف تختار أن تقضي ليلة رأس السنة ومع من؟ خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع وياكم. أول شيء أحب أهني الشعب العراقي والعالم أجمع بمناسبة رأس السنة، وكل عام هم والعالم أجمع بألف خير، إن شاء الله صحة وسلام وأمان على هذا البلد، ونعم الأمان بجميع أنحاء البلد،
والله اكثر شيء يعني نحب نطلع احنا كل راس السنه نحب نطلع، يعني نقضيها امسيات نطلع ويا الاهل وتعرف يعني فننجمع مجموعه ونطلع، يعني هي اكثر شيء مطاعم تصير بها امسيات وقعده حلوه، وراها نطلع برا نشوف الاجواء شلون شعالات من تصير الساعه 12 احتفال وكلها صعادات تطلع بالسما حلو كان يعني الاجواء. بدايه يعني اهلا وسهلا نتشرف بيكم، كل عام وانتم بخير، السنه ان شاء الله يعاد بالخير وبركه لنا ولام الجميع الاسلام. والله الحمد لله سنة حلو إن شاء الله نقضيها ويا العائلة وقعدة وخلاص، والله احتفالات والمولات هاي الشغلات والعائلة لم ويا العائلة بس أكثر المرات هي عائلية وأربي لو سليمانية نطلع. كل عام وانتم بخير بمناسبة رأس السنة والسنة الجديدة، أحب أقضي الأوقات يعني شوية برا تكون أجواء حلوة، مناسبات وفعاليات كلش تعجبني، أول شيء أظل ويا أهلي وبعدين ويا أصدقائي وهيج يعني أحب أقضيها. أحب الفعاليات مثل المولات يكون فيها فعاليات حلوة أو الأماكن المشهورة يعني الشوارع المشهورة. لو نقضي بالبيت ويا أهلي أو نطلع برا مثلا مولات أو شوارع مزدحمة أو حفلات، وأني طبعا مواليد 1/1 يعني عيد ميلادي برأس السنة، فدائما نحتفل بيه مثلا نطلع حفلات أو مولات أو نقضي بالبيت حسب الأجواء وحسب يعني الشيء اللي دا يصير حاليا. والله احنا كل مرة على المولات بالبداية وآخر شيء أخذ عائلتي وأروح على الأماكن العامة كلش حلوة تكون أجواءها حلوة حلوة يعني نخلصها ويا العائلة. والله السبب يعني حلو شيء نستطلع الآراء والعالم يعني حتى نشوف أشخاص يعني عرب أكراد وأجانب كلها تشترك بهالمكان العام، يعني تكون أجواء يعني لا مثيل لها. والله يا رأس سنة يعني نجمع ويا الأصدقاء ونطلع نطب وياهم ونروح للأماكن اللي بيها عالم، نتار على المولات نطلع ونطوب قبل الساعة 12 نطلع ويا الأصدقاء والأماكن اللي بيها عالم ونحتفل وياهم. طبعا بالبداية كل عام وانتم بخير والشعب العراقي إن شاء الله كله بخير. نقضي طبعا يوم رأس السنة يوم كلش جميل ومميز بسليمانية، أحلى مكان يعني قبل أن نجي للمول شارع سالم لأن تلقى زحامات وهاي أجواء حلوة بي، وراها نجي نال المول نتعشى من الصبح الساعة 12 نطلع برا ونشوف الأجواء الحلوة. إذن رجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما تابعنا هذا الاستطلاع واختلفت الناس، أكو ناس تحب تقضي أوقاتها مع أصدقائها وأكو يحبون يقضون مثل ما ذكرت آني مع عوائلهم لأنهم الناس الأقرب لهم. أيضا من التعليقات اللي شاهدناها من تفاعلاتكم ومشاركاتكم هي أنه نقضيها مع الأصدقاء بأماكن مميزة، لأنه دائما الأصدقاء يكون عندهم سمات متشابهة وتكون أماكنهم المفضلة تقريبا نفسها. خلونا نتابع المشاركات أيضا اللي شاركتونا بها مشاهدينا. أكو أشخاص دائما رفقة أشوف أنه هم كل سنة يروحون الحفلات يفضلون يكون أكو أجواء خارجية، يقولون نبدل ممكن كل سنة بالبيت همين هذا ممكن يعني الأذواق تختلف، بس لمة الأهل والبيت دائما تكون لها طعم مميز. صحيح. أيضا من التعليقات صار 5 سنوات ما أطلع لأي مكان ولا أحتفل ويا أي شخص لأن دائما يكون عندي خفارة بالمستشفى، بس أفرح لأنه أنا دا أقدر أساعد الناس حتى بأيامي المهمة. الله يساعدهم اللي عندهم خفارة. الله يساعدهم أكيد.
إذا مشاهدين إحنا بعدنا بأجواء التحضيرات لرأس السنة وهاي الحفلات المميزة، وأكيد الاهتمام بالبشرة قبل أي مناسبة مشاهدينا هو من الأمور اللي يهتم بها الكثير خصوصا السيدات. ممكن البعض منهم قد يلجأ إلى طبيب حتى يسوون ممكن أبر نظارة أو غيرها من الأمور اللي ممكن أن تكون تغير من الشكل أو طلعه بشكل أجمل ويكون مميز تحضيرا لهذه السهرة المميزة ولهذه السهرات والحفلات. حتى نفتهم أكثر عن خاصية هاي الإبر وش قد هي مفيدة، هل هي فقط ترويج أو هي بالحقيقة تشتغل، راح تكون ويانا ضيفة الدكتورة الصيدلانية واختصاصية البشرة نور ماجد خيداني حتى تحكينا أكثر عن الموضوع. صباح الجكتورة، صباح الخير، شلونك؟ مقدما كل عام وانت بألف وانت بألف خير وسنة سعيدة وإن شاء الله تحقيق كل الأمنيات. آمين آمين يا رب. دكتورة، هذا الموضوع اليوم موضوع جدا مهم جداً. لأنه نشوف بالفترة الأخيرة كل البنات ما يصير نعم، ولكن الأغلبية صارت بنات ورجال بالضبط، صارت تحقن أبر، يروحون للعيادات يقولون لهم نريد أبر نظارة. فخلينا نوضح بالبداية هي شنو أبرة النظارة بالتحديد. بالبداية أبر النظارة هي إحنا كل ما تقدمنا بالعمر الفات الدهون اللي موجودة بالبشرة المصص كلها تضعف تصغر، النزول بالوزن الصعود بالوزن كلها تأذي البشرة. فبالنهاية أبر النظارة هي اللي تعوض هذا اللي دي يصير بالبشرة. طيب. واحد شنو هي أبر النظارة؟ يا أما تكون متكونة من هلوانيك أسيد اللي هي المادة الأصلية الموجودة بجسم الإنسان، يا أما تكون عبارة عن هلوانيك أسيد بنسب قليلة إضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والسيرامات اللي تتصير وياها وتنحقن اللي هي مثل الميزوات، يا أما تكون السكين بوستر اللي هي تكون هلوانيك أسيد بس تراكيز عالية أعلى ما موجود بالميزوات، وأما تكون النوع الجديد ترند الأحدث اللي هي المحفزات الكولاجين اللي هي الكالسيوم هيدروكسي الأبيتيت البولي لاكتيك أسيد والبي سي أل. كل واحد من إلى ناس معينين أشخاص معينين ومشاكل معينة تشتغل عليها حتى تخلصها. طيب حلو. زين دكتورة شنو الفرق بين الميزو والسكين بوستر وعندك؟ كلش حلو هذا السؤال. يعني هواية أكو هواية ملابسات بهذا الموضوع. الميزوات هي تحتوي قلت لك على هلوانيك أسيد بتركيز قليل إضافة إلى بعض الفيتامينات. الشغل مالتها يكون فترة محدودة وتحتاج إلى جلسات هواية، تحتاج إلى التزام زمني. يعني الجلسة لازم كل أسبوعين من 4 إلى 5 جلسات، بعد 6 شهور ترجعين تعيديها. من نجي نحشي عن السكين بوستر والكولاجين بايو ستيموليتر، هي بالعكس زايدة ومستوى التغذية اللي موجودة بهاي الأبر، بعد نحتاج إلى عدد جلسات أقل ترطيب أعلى. من نجي نحشي أيضا الفرق بين السكين بوستر والكولاجين بايو ستيموليتر، فرق كل شيء اللي هو الشد. الشد عافية. أولا الكولاجين ستيموليشن العالي عدد الجلسات، يعني احنا مثلا نحتاج 4 جلسات أو 5 من السكين بوستر بالسنه، ممكن البولي لاكتيك اسيد او الكالسيوم هيدروكسي الابيتيت نحتاج جلسه او جلستين بالسنتين. فهذا ايش راح يسوي؟ اولا يحفز الكولاجين، ثانيا يرجع لي النظاره اللي خسرتها البشره مثلا اني نفسي قبل 5 سنوات، ثالثا يقلل من المرات اللي ازور بها خصوصا الناس اللي عندهم التزامات وشغل ما تحب تروح العيادات هواي، يمكن يلجؤون لهي الطريقه. شوف هو مثل ما البنات دائما متحمسين، دائما نتحمس شنو جديد وشلون شركات التصنيع الادويه الفارماسيوتيكال مانيفاكتشر دائما هم متحمسين، متحمسين يطلعون شغلات جديده بنتائج اعلى بجلسات اقل. طيب دكتوره، هاي المده الزمنيه مال الاوبر النظاره او السكين بوستر ايش قد تبقى تقريبا؟ يلا احنا نقدر نجددها حسب النوع. يعني قلت لك الميزوات 4 إلى 5 جلسات عيديها بعد 6 شهور، السكين بوستر ممكن تسوين جلستين كل 6 شهور. نجي على الكولاجين بايو ستيموليتر اللي هي جديدة 1 إلى 2 سنين. فيعتمد على النوع وكذلك العمر. احنا ما ننسى البنية اللي عمرها 25 سنة وعندها مشاكل بشرة هي مو نفس المشاكل اللي تعانيها المرأة فوق ال 45 سنة. صحيح. مشاكل 25 تتراوح بين الأكني سكارز أو الأكتف أكني، بينما احنا بنحكي فوق ال 45 سنة احنا بنحكي على الترهل وتجاعيد وسكين ايجينج، خصوصا إذا كانت المرأة ملتهية بالبيت والأولاد. تعرف هذا التطور حاليا صار. صحيح. 20 سنة اللي راحت ما كان اكو اهتمام بالمرأة بالأعمار الصغيرة بالبشرة، فلما تجي المشاكل بهاي الأعمار بعد 50 سنة أيضا تلقاها كبيرة. البنات هسه بأعمار 20 و30 أكثر اهتمام ببشرتهم، أكثر عناية، تنظيف البشرة، السيرامات، يعني صار اكو يعني أبديتد بالموضوع، تطور، صار اكو فد يعني إنه مثل الترند والعالم ده تسوي ده يهتمون
فهاي يحتاجون جلسات معينة أكثر، يحتاجون التزام أكثر حتى يحصلون على نتيجة حلوة. طيب الأعراض الجانبية اللي أغلبنا أو أغلب الشباب ممكن يخافون منها نتيجة أخذ هاي العبارة شنو ممكن تكون؟ شوف احنا من نحكي على الاعراض الجانبيه دائما انا اقول ايش نحط بشرتنا به فوائد وبأعراض جانبيه بس صحيح. اذا اختارينا النوع الصحيح للمشكله الصحيحه بالمكان الصحيح بالتراكيز الصحيحه فهي بالنهايه مواد امنه صنعت حتى تكون بجسم الانسان. اكثر شيء يخافون من البنات والشباب ايضا هو الورم والزرقاق البروزنج اللي يصير خصوصا الناس اللي عندهم التزامات وطالعه. هذا الشيء ايضا ممكن انه الدكتور يتجاوزه بطريقه الحقن، اكو طرق حقن جديده مؤتمرات تصير كل سنه يكون متمرس الشخص هم يكون متمرس اضافه الى التمرس يزن هاي الابره شلون تنحقن وين تنحط بيا مكان الطريقه اللي تنحط بها بالنهايه راح تكون فعاله وجميله واكيد نتائجها حلوه. دكتوره دائما نقارن او الناس بشكل عام او الناس العامه تقارن بشرتها بشره المشاهير طبعا فشنو هذا السر اللي موجود واللي دنشوفه قد النجمات اليوم؟ شوفي العمر والبشرة مثل النبتة كل ما تنطيها ما يبهدو وتهتمين بيها وزرعيها شنو تبقى من تهمليها وتتركيها وتصير يابسة أكيد حتذبل. النجمات والمشاهير العناية الشهرية أو كل 3 شهور بشرتهم تغذية بالهالورونيك أسيد تغذية بالبوليلاكتيك أسيد كالسيوم هيدروكسيل أبيتيت تعرفين اشتهرت هواية أبرة أصالة وأبرة أحلام وأبرة هواية أكو ترندات وصارت فالاهتمام الدائم هل هذه حقيقية الأبر يعني تصغر 10 سنوات وعشرين سنة إذا التزموا بعدد الجلسات التزموا بالطريقة الصحيحة اختاروا المادة المناسبة البشرة عمرهم صدقيني هذا الشيء صحيح ليش؟ يعني بالنهاية قلت لك البشرة مثل النبتة كل ما اهتميتي بها كل ما داريتيها كل ما غذيتيها كل ما نكبر بالعمر احنا السكين مالتنا يتغير المصص والبون اللي موجوده بالبشره يصير بيها ساقنج، الفات تروح تصغر، اذا احنا ماكو فيتامينات نعوضها، ماكو الاشياء اللي تنقص نعوضها شويه شويه بصوره طبيعيه بدون اوفر حتى نبقى طبيعيين، بالنهايه حنحصل على بشره جميله وتشبه المشاهير ايضا، بس الاهم انه نهتم بالصوره الصحيحه. حلو. يعني الخلاصه من الحديث خلاصه من الحديث ابر النظاره لها تاثير لها تاثير جيد نبتعد عن الابر المغشوشه او المنشا الغير معروف الاكسباير ديت انا دائما اعيد وياكم كل حلقه تاكدوا من الباكيت تاكدوا من الشيء اللي تحطوه بوجهكم بالنهايه هاي بشرتكم. هواي بنات يجون معانين مشاكل بسبب اختيارهم على العروض او الاسعار الرخيصه يعني يصرفون اضعاف مضاعفه من الأبرة اللي حطوها حتى بس يعالجون المشكلة اللي صارت عندهم. صحيح. فاختيار النوع المناسب، اختيار البراند الأصلية، الترند الجديد الآن بوليلاكتيك أسيد اللي تعطيني الشد والنظارة، الكولاجين، تحفز لي الإلاستين، تصغر لي البشرة بدون ما تنطيني حجم، أنا كوش أنصح بيها وكوش أحبها صراحة شخصية لأنه دا تنطيني بالنهاية نتيجة حلوة. الكولاجين اللي إحنا نشرب الشراب أكيد أغلب البنات يعرفوه. صحيح. هسه اكو اوبر مال كولاجين دا تجي تعادل سنه كامله انه تشربين شراب فراح تقللي من الكوست الامتصاص اللي يؤدي المعده ممكن بالنهايه الطب حلو تجميل حلو اذا اخترناه بالصوره الصحيحه وبالطريقه الصحيحه. شكرا لك دكتوره نور على هذه المعلومات ونورتينا اليوم بصباح الشرقية. كل عام وانتم بألف خير. وانتم بألف خير. شكرا لك. إذا مشاهدينا نذكركم بصورة تفاعلية مع من تحب قضاء ليلة رأس السنة وإحنا مستمرين بقراءة التعليقات. أقرأ علي كاتب ويا البطانية والكابتشينو وراح أباوع وأشوف فيلم. على فكرة هي واحدة من الأجواء المميزة إنه الواحد يقضيها بالبيت إذا صحيح. كانت ويا كوب نسكافيه وفيلم وأجواء خافتة وحلوة إنارة يعني خفيفة. أيضا تعليق أحب أسافر وحدي بهذه الفترة ومن يوم 24 وارجع يوم 2 وهالسنه اني بتركيا. هواية اكو اشخاص يفضلون انه يقضون هذه الايام بالسفر وبمناطق ممكن تكون مميزه صحيح. باجواء الاحتفالات والكريسماس وراس السنه. انت تحبين تسافرين رفقه انت اشخاص اللي تحبين هاليوم يكون مختلف عن باقي الايام او تحبين لمة يعني انا صراحه افضل لمة العائله افضل اسافر بايام تكون اكثر هدوء.
إذن مشاهدينا راح نرجع نقرأ وياكم بعض التعليقات، ولكن خلينا نروح إلى فقرة اليوم. الانزلاق وتمزق العضلات مشاهدينا من الأمور الواردة عند الأشخاص اللي يتمرنون بالصالات الرياضية، لذلك اليوم راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الكابتن خلف الطائي اللي راح تلتقي به مباشرة جولزار. صباح الخير عليك جولزار، وصباح الخير على الكابتن أيضا. صباح الخير جولزار. صباح الخير عليك يا رفقة، وصباح الخير عليك يا زين، وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الشرقية. يا ربي يبدون بداية أسبوع مليء بالطاقة والنشاط، وبعيدا عن التمزق والانزلاق وهاي الشغلات. يا ربي تكون سنة كلها نشاط طاقة، ونبديها برياضات وطرق صحيحة. وراح نتحدث عن الموضوع أكثر مع الكابتن. يسعد صباحك كابتن. صباح الخير عليكم وعليكم. صباح الخير. بداية خلي أسألك سؤال التفاعلي، ويا منو تحب تقضي ليلة رأس السنة بما أنه ما باقي شيء؟ والله إن شاء الله أحمد رأس السنة ويا أهلي طبعاً، ويا ويا أمي ويا زوجتي طبعاً، ويا كل عائلتي يعني. تمام. طبعاً عرفنا إحنا همينا نحب نقضي ليلة رأس السنة مع العائلة والأهل. خلينا ندخل بموضوعنا لليوم يا كابتن. نحب نعرف شلون يصير التمزق والانزلاق العضلات؟ الانزلاق العضلات والتمزق يصير اولا عدم الاحماء الصحيح اثناء التمرين. يعني يجي اللاعب يدخل الجيم ما يسوي احماء كبدايه، ما يكون تحت اشراف مدرب، يتمرن تمارين عشوائيه بدون احماء، وهذا الشكل راح يكون عنده انزلاق وتمزق العضلات 100%. طيب شنو هي التمارين اللي تؤدي الى الانزلاق والتمزق؟ وهمنا نشوف ايش كم حركه. طبعا التمارين كلها تؤدي للانزلاق اذا بدون احماء، بس راح اشوفكم حركه انه هي يلا خلينا نبلش بالتمارين حتى ما يعدل رجلي بالضبط. من ينزل الظهر، يعني الظهر بالشكل هذا. اوكي، انما النزله صحيح هي هاي، النزول صحيح الكامل اثناء تاديه الحركه. اوكي، فهذا من افضل التمارين عرض للاعب اثناء تمرين الانزلاق. اها، من اخطر التمارين اللي انت ذكرتها. طيب نريد نعرف شنو هي التمارين همينة اللي اليوم احنا نريد نعالج الانزلاق والتمزق العضلي بأهم التمارين اللي ممكن أصلاً أكو ناس هم عندهم هالمشاكل. أوكي، بس راح أشوفكم تمارين طبعاً نعالج فيها انزلاق الظهر تحديداً حتى نكون واضحين. أوكي، ناخذ حركات حسب احتياج اللاعب. اوكي، هذا استرتش للظهر اثناء الانزلاق. استرتش للظهر. طيب احنا نريد نعرف همنا يا كابتن انه اكو ناس اصلا مثل ما ذكرت قبل شويه يجون يمكن للصالات الرياضيه هم اصلا يعانون من التمزق العضلي والانزلاق. شنو اهم التمارين وشنو المده اللي انتم تطوهم اياها؟ الانزلاق حسب شو اسمه اللاعب. اكو لاعب مثلا عنده انزلاق خفيف، اكو انزلاق كلش قوي حاد، فبين اللاعب واللاعب يحتاج مده. طبعا اكيد يرجع الطبيب، هو الطبيب هو يقدر حالته ومن ثم يجي صاله رياضيه. يعني الرياض التمارين اللي انت ذكرتهم انتم تبلشون تطوه ككورسات لهم؟ اي التمارين مثلا هم رجع الظهر مره ثانيه. اي استوات صاله التمرين اول شيء بالشكل هذا. سحب كامل. اوكي، ناخذ ريج او ممكن ناخذ ريج
تقريبا اربع مجموعات الى ثلاث مجموعات. اوكي. حركه بسيطه اكثر. نعم. اربع مجموعات الى خمس مجموعات حسب قدره اللاعب. طيب كابتن خلاص جوزار، اذا احنا بسبب ضيق الوقت نعم. يمكن ما راح نقدر نكمل كل التمارين، لكن هاي التمارين كلها مهمه وجدا ضروري اللي ذكرها الكابتن، انه احنا لازم نتابع الشخص والشخص يتابع مع الطبيب حتى هو ينصح بالتمارين المناسبه له. اذا شكرا لك والكابتن على هاي الفقره المميزه والانطلاقه الجديده للعام الجديد، وكل عام وانتم بخير. شكرا شكرا لك، شكرا لك يا كابتن، وشكرا للتمارين المهمه اللي انطيتنا اياها. شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لكم، راح اترك لكم الجو. شكرا لك جزار. اذا مشاهدينا نرجع نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقه هذا اليوم، مع من تحب قضاء ليله راس السنه ولماذا؟ خلينا نقرا بعض من تعليقاتكم اللي شاركتونا بها على الانستغرام. من التعليقات اللي لاحظتها يا زين انه احب اطلع ويا صديقاتي لان نفس طبعي ونفس ونحب نفس الاماكن، هاي تقريبا نفس رايي من قلت لك قبل شويه. صحيح صحيح، دائما صديقاتي يكون بيناتهم صفات مشتركه. هي عم تقول ويا التلفزيون، احنا متعودين كلنا نلتم قدام التلفزيون ونسوي فت سهره مميزه ونستذكر بها الذكريات الحلوه لهاي السنه. أنا جدا مهم أشوف أنه دائما أنه نذكر الشغلات السلبية والإيجابية اللي مرت خلال هاي السنة حتى احنا نقدر نعالجها ونطورها. صحيح. خلال السنة القادمة وتكون هاي الليلة مميزة بهذا الشيء. إذا مشاهدينا من هذه الكومنتات راح نروح وياكم لفقرة أخبارنا المنوعة لحلقة هذا الصباح. عصابة تنكرت بزي كرتوني للأطفال واحتالت على الجمعيات الخيرية، وألقت الشرطة القبض على ديفيد ليفي وهو قائد عصابة من المحتالين المتنكرين بزي كرتوني واللي جمعوا حوالي 500 ألف جنيه استرليني من خلال احتيال على الجمعيات الخيرية. فقرر ليلي أنه يضع صناديق تبرعات أمام بعض الأسواق التجارية الكبيرة وكتب عليها تبرعوا لصالح منظمة خيرية، وخلال يوم واحد استطاع أن يجمع أكثر من 500 ألف جنيه استرليني وتم القبض عليه فيما بعد، وهو ينتظر الحكم بالسجن الآن. شغلات الكلش بشعة أنه واحد يستغل الفقراء والجمعيات الخيرية حتى يحتال على العالم ويجمع فلوس. بس هي فكرة يعني أنه ما تخطر على البال حتى. صحيح. أنه يعني مثلا مقابل من دا يريد مثلا يتبرع او شيء ما تخطر بباله انه فكره. صحيح. شخص متنكر ومسوي كل هذا. اذا مشاهدينا ننتقل الى خبرنا التالي، ومنو قال انه الرياضه لها عمر معين؟ حيث يعتقد البريطاني لو بورجا البالغ من العمر 92 عام واللي ما يزال يمارس رياضه الكونفو والتايتشي يوميا، ان الشيخوخه هي التسارع التدريجي للبحث عن الراحه. لو بورجا لديه ثلاثة أحفاد، يشير إلى أنه يستطيع مواكبة الصغار من خلال المحافظة على رشاقته عبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي غني بأفضل أنواع الأطعمة. وقال بورج لأحدى المجلات الإلكترونية إن في مثل عمره أصدقاء يموتون من اليأس باكراً، وقد ساعدتني رياضة الكونفو والتايتشي على أن أعيش مدة زمنية أطول. هذا بحسب وجهة نظرة، ومجرد أن يلتقي الناس بهذا الرجل يشعرون بالتفاؤل ويستمدون الطاقة منه. طبعا صدق الرياضة ما تعرف عمر معين، وده نشوف الفيديو صدق فيديو ملهم ويعطي تحفيز لهواي شباب اليوم يتعجزون يمارسون الرياضة. عمر الطويل اللي احنا دائما نسأل نقول ليش الأعمار احنا يمكن ببلداننا شوية قصيرة، لأنه الرياضة والنظام الصحي ونظام الحياة اللي هم يعيشوا. إذا مشاهدينا راح نروح وياكم إلى تقرير كلش مميز. مثل ما تعرفون صفا اللي طلعت ويانا بإحدى برامجنا وكانت أمنيتها أنه تطلع وتقدم برنامج صباح الشرقية. صحيح. طبعا شرقية كالعادة انه تحقق جميع الامنيات وحققت لها هاي الامنية المميزة، فاليوم حبينا احنا انه صفا هي تسوي تقرير المعايدات وهي تسأل الناس وتقول لهم شنو امنياتهم، فاحنا كلش حابين انه صفا راح تنضم لنا للمرة الثانية ببرنامج صباح
الشرقية، وهلا بيك يا صفا مرة ثانية ولا تشجعوا. تنتقد كل أم الصغار مشاهدة قناة الشرقية اليوم راح نتقنى شنو أمنياتهم بهالسنة الجديدة وابقوا ويانا. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. شنو ما عادت؟ اول شغله انا حابه اعيدك بالاول واعيد جميع العراقيين بعيد ميلاد المجيد يسوع المسيح، وان شاء الله على الامه العراقيه السلام والامان. وحابه اعيد امي ونيتي بهاي السنه الجديده اقولها ماما حبيبتي كل عام وانت بألف خير بعيد ميلادك، وكل ما تكبرين سنة جاي يزيدين خوفي عليك، يا رب يحفظك إنه ويخليك ويخلي قناتكم المجيدة إن شاء الله حبيبتي. كل عام وأنت بخير من أتباد سنة. كل عام وأنت بألف خير، أحب أعايدكم بهاي السنة وإن شاء الله تحقيق الأمان. شنو أمنياتك بهاي السنة؟ أمنياتنا الصحة والعافية للشعب العراقي وللجميع إن شاء الله. كل عام وأنت كل عام وانتم بألف خير سي الصفا، وكل عام وألف خير قناتكم الكريمة وكادركم الكريم. أهلا وسهلا بكم. أنت شنو تتمنى بهاي السنة؟ صراحة أنا أتمنى الخير والأمان والأمن والأمان إلى جميع العراقيين، وأهن إخواننا المسيح في هذه الأعياد والمجيدة، ونتمنى عام سعيد. تركنا عام سابق والآن عام جديد نستقبل به الأفراح والمسرات والحب والسعادة ويعم بالخير والامان على جميع العراقيين ان شاء الله. وانت بعد بخير، انا احب اعيدك انت كصفا وكل كادر الشرقيه. انت شو تتمنى بهاي السنه؟ والله اتمنى بهاي السنه كامنيه خاصه انه التقي باهلي لان صار فتره طويله ما شايفهم. اما اذا كامنيه عامه فاحب اني اعم الامن والامان والسلام على بلدنا وعلى العالم كله. وانت بخير، صحة وسلامة على الجميع إن شاء الله. بالبداية طبعا نحب نعايدك أنت بالبداية كمراسلة ومذيعة للشرقية، ونعايد جميع العراقيين، وإن شاء الله تكون سنة خير على العراق أجمع. نعايد أهلي بالموصل، من أهل الموصل أني. أنت شنو أمنياتك بهاي السنة؟ طبعا امنيتي انه دام يكون الامن والامان على العراقيين كلهم وعلى العراق، ويا رب سعاده وخير على جميع العراقيين. وامنيتي الخاصه يعني انه تكون الالفه والمحبه بين المواطنين والعراقيين ان شاء الله. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، صحه وسلامه ان شاء الله علينا وعليكم اجمعين. شو تتمنى بهاي السنة؟ أتمنى بهاي السنة أول شيء الصحة والسلامة الأهلي والأصدقاء والكل العراقيين إن شاء الله، ونتمنى يا رب الأمن والأمان ويرجع عراقنا العظيم مثل ما كانوا أحسن وأحسن إن شاء الله. يا أنت وأنتي بألف ألف خير. أنت شو تتمنى بهاي السنة؟ يا عايدش كأنتي صفا وأحب أعايد قناة الشرقية. شو يعني امنيتي النجاح والتوفيق ان شاء الله بالسنه الجديده. طبعا امنياتنا انه امنيات كل شاب عراقي وصاحب رب اسره عراقي انه يعم الامن والامان على اهلنا العراقيين في كافه البلاد من الشمال للجنوب. اما الامنيات على الصعيد الشخصي فاتمنى انه يا رب يحفظ لي والدي والدتي ويحفظ لي عائلتي، ويا رب التوفيق لجميع طلابي طلاب السادس العلمي اللي ادرسهم ان شاء الله يا رب المعدل العالي. وبالاخير اتمنى لكل اصدقائي البادين بحياتهم هسه على الصعيد المهني خاصه في مجال التدريس انه يا رب يوفقهم وينجحهم. باي باي، احبكم.
شايفكم. لك صفا على اعداد هذا الاستطلاع، واكيد نتمنى لك كل التوفيق بهذه السنه الجديده، ونتمنى لك كل النجاح والسعاده يا رب. اذا هذه اخر فقره ويانا بحلقه اليوم مشاهدينا، وهو سؤالنا التفاعلي. راح نقرا بعض من اجوبتكم اللي كتبتوها بالتعليقات، ونشوف تفاعلاتكم عبر صفحه الشرقيه على الانستغرام. شنو عندك تعليقات يا زين؟ اكو همين الشباب كاتبين انه بسبب الامتحانات هم عندهم تحضيرات، فراح يقضوها يحضرون. حتى وانتم دا تحضرون حاولوا تسوي لكم اجواء مميزه. لان هذا اليوم مميز، واكيد هو اخر يوم بالسنه، فحاولوا يكون فشي حلو وتتذكروها من للمستقبل ان شاء الله بالخير. هنا أنا مريم تقول اني احب اقضي كل سنه ويا امي وابدي وياها، لانه هي اغلى شخص بحياتي، ودائما اتفائل من ابدي السنه وياها. عجبني التعليق. اذا دائما احنا نقول انه السنه راح تنتهي والايام راح تروح، لكن التخطيط وتكون امنياتنا الصحه والنجاح والتوفيق باعمالنا، هاي يمكن اكثر شيء ممكن احنا نتامل به وناخذه ويانا للسنه الجديده. واحنا هاي كانت اخر حلقه من استوديوهاتنا في اربيل، لكن الحلقات القادمة أكيد راح تكون بالسنة الجديدة، وأيضا تكون بك 24. نلتقي بكم نلتقي بكم السنة القادمة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. كل عام وأنتم بخير، مع السلامة. مع السلامة.